وتقدير واحترام لرجل من رجالات المغرب، هي لحظة احتفاء برجل كبير، بمثقف، بمثقف فاعل وعضوي، بإنسان نبيل كرس حياته للعلم والمعرفة. الذين نقدرهم ونعتز بهم وبإنتاجاتهم وفكرهم وتميزهم وتألقهم. الليلة سيدتي وسادتي يكرم مهرجان العرائش الأول للسجل والمنتدى الدولي للتسامح والإبداع الثقافي، وأدعو الدكتورة سعاد زكي مديرة هذا المهرجان ورئيسة المنتدى لتقديم هدية تكريم ووفاء للمفكر المغربي. التي أثرت الخزانة العربية هو قليل كل ما نقول في حق أستاذنا الكبير الذي تعلمت على يده أجيال وأجيال من الأساتذة والمثقفين. على عهد الدولة العلوية المنيفة في معارك تاريخية كانت العرائش ومنطقة الشمال مجالها الرحب الذي كان يركض فيه ركضا المجاهدون العاملون على تحرير المغرب، تحرير مدينة العرائش من الأسبان في حملة مندوسة التي جاء بها وتغنى بها شعراء الأسبان لويس غونغورا بقصائد اعتبرت من الشعر الذي كان يردد في إسبانيا المسيحية وفي إيطاليا. ثم جاءت معركة الكبرى في تحرير العرائش عن طريق علي الأيدي مولاي إسماعيل في جهادية فدة اجتمع فيها الإرادة السياسية مع الإرادة الشعبية العارمة وتحقق بها المبتغى في تخليص العرائش من المسيحية الشيطانية الكاثوليكية إلى أن تبقى في مغربيتها. وكانت العرائش مقصدا للدولة العلوية بصورة خاصة. هناك أبناء ملوك المغرب الذين درسوا ودفن اثنان منهما هنا في العرائش في الكوماندانسيا، وأنا لا أريد أن أطيل في هذا لأن التدليل على ذلك يكون بذكره، والذكر موصول في تأليفه وفي مخزونه. ولهذا فهذه المنطقة كما قال شاعر شمالي في ديوانه أتعاب شاعر غربي محمد، أهل العرائش والقصر الكبير لقد فاضت مخازنكم بالفضل والشرف. لا تسعفني الكلمات بعد هذه الكلمة المؤثرة والجميلة لمفكرنا الكبير الأستاذ